الموضوع بتاعنا النهاردة اسمه الجروب بوليسي. الجروب بوليسي زي ما اتفقنا من أهم المواضيع في الكورس ده، إن لم تكن أهمهم على الإطلاق. تركوا. عليك ورحمة الله. هات الكورس بتاعك ده يا منصور وتعالى. طيب، جروب بوليسي زي ما اتفقنا اهم موضوع في الكورس بتاعنا في التراك كله، ماشي؟ الجروب بوليسي ده في الكورس بتاعنا عباره عن 4 موديولز، 2 في كورس السيرفر و2 في كورس الاكتيف دايركتور. 2 في كورس السيرفر ده و2 في كورس الاكتيف دايركتوري اللي هو اللي بعد اللي جاي معايا كده، وشويه تحابيش طول الكورس. يبقى جروب بوليسي شغاله معانا امتى؟ الكورس كله من الاخر، ماشي؟ يعني في الانفرا داخل جروب بوليسي، في السيرفر غير التو موديولز بتوع الجروب بوليسي داخل جروب بوليسي. يعني في الموديول بتاع البرنترز بتاع المره اللي فاتت ده كان فيه حته جروب بوليسي ما قلتهاش، مستني الاول لما اشرح الجروب بوليسي وبعد كده اقولها تاني، اعيدها تاني، ماشي؟ هتلاقي في الدبليو ساس مثلا اللي هي سيرفيس لسه هناخدها في كورس السيرفر فيها جروب بوليسي. هتلاقي في قصه السايند درايفرز والانسايند داخل الجروب بوليسي. في الانفرا بقى دي ان اس في جروب بوليسي، الاي بي سيك في جروب بوليسي، كورس الاكتيف دايركتور في 2 موديولز بيتكلموا في الجروب بوليسي. فانت اي حاجه عايز تعملها على مستوى كل الناس دماغك كده تلقائيا تروح للجروب بوليسي. جروب بوليسي هي الحاجه الوحيده اللي اقدر ايه ها اسنترلايزد بيها الدنيا معايا كده. طيب، هو في البدايه خالص زمان لما قالوا احنا عايزين نطبق بوليسي على الماشين، قال لك انا ما عنديش على الماشين دي غير حاجه اسمها ريجستري. مين ريجستري؟ الناس اللي اخذت اكس بي. ريجستري دي عباره عن ايه؟ حد فاكر؟ الريجستري دي عباره عن داتابيس، ماشي، بتحتوي على معلومات المكنة بتاعتك دي متظبطة ازاي. يعني ايه؟ يعني لو انا غيرت مثلا شكل الديسك توب ده وقفلت المكنة دلوقتي وجيت بكرة مثلا فتحت المكنة، هل اخر شكل الديسك توب قبل ما امشي هلاقيه مختلف ولا ليه هو هو؟ لو انا جيت سطبت درايفر معين بتاع ديفايس معين وقفلت المكنة وفتحتها تاني، هل هحتاج اري انستول هذا الدرايفر؟ لو انا سطبت انتي فايروس، لو سطبت اوفيس وعملت شت داون للجهاز ورجعت شغلته تاني، هل هحتاج ان انا اري انستول هذا السوفت وير؟ لو ظبطت شكل ستارت منيو بشكل معين، لو ظبطت شكل التول بارز دي، لو ظبطت شكل الديسك توب، هل بعد ما اعمل ريستارت للمكنه هلاقي التظبيط اللي انا ظبطته قبل ما ريستارت راح؟ اكيد المعلومات دي كلها متخزنه في حته، الحتة دي بنسميها ريجستري. وعلشان تخش تتفرج عليها بتفتح الران وتكتب ايه؟ ريج اديت، وهيفتح لك الريجستري. وهتلاقي جوه الريجستري هنا في حاجتين مهمين جدا، في حاجة اسمها اتش كي كارنت يوزر واتش كي لوكال ماشين. الاتش كي لوكال ماشين دي فيها كل السيتنجز اللي تخص الماشين دي بصرف النظر مين اليوزر اللي عامل لوجن دلوقتي. يعني هو لو سوفت وير نازل على المكنه دي، سواء احمد عمل لوجن، سواء شريف عمل لوجن، سواء تامر عمل لوجن، هو السوفت وير انستول، صح؟ طب ايه اتش كي كارنت يوزر؟ دي تخص البروفايل بتاع اليوزر ده بس. يبقى اذا دي الكارنت يوزر متغيره على حسب الايه؟ اليوزر. ما البروفايل بتاعي غير بروفايل بتاع تامر، انا ممكن اكون عامل شكل ديسك توب بشكل معين وهو عامله بشكل تاني خالص. فالمعلومتين متسجلين هنا، بس متسجلين فين؟ في الريجستري. فين؟ في الحته اللي هي اسمها اتش كي كارنت يوزر. انما اتش كي لوكال ماشين دي واحده بصرف النظر مين اليوزر اللي عامل لوجن دلوقتي. متفقين؟ طيب، كل حاجه في المكنه دي، كل حاجه في المكنه دي عايز تظبطها ممكن تظبطها من ريجستري. انا دايما بدي مثال بريموت ديسك توب، فاكرين المثال اللي انا شرحته لكم في الاكس بي؟
قلت لك المكنه دي لو عملت رايت كليك على ماي كمبيوتر جبت البروبرتس هتلاقي في حاجه اسمها ريموت، بس انا عشان مش ادمنستريتور ماليش بيرميشن ان انا اعمل ايه اعدل فيها. ماشي، في حاجه اسمها ريموت ديسك توب، دي معناها انك انت هتسمح لليوزر ان هم يكونكتوا ريموتلي على المكنه دي. تعالى خش ادمنستريتور كده عشان تبان. انت لسه بتسينكرونايز الكلام ده بتاع اول امبارح صح؟ بصوا يا شباب، لو انا جيت فتحت ريجستري دلوقتي خليها بس مفتوحة، خليها مفتوحة هنا كده، طلع من رايت كليك كده على ماي كمبيوتر، هتلاقي في زرار اسمه ريموت، هتلاقي في حاجة اسمها ريموت ديسك توب. ريموت ديسك توب دي معناها ايه؟ اسمح لليوزر ان هم يكونكتوا ريموتلي على المكنة دي اوفر ذا نتورك باستخدام السيرفيس اللي اسمها تيرمينال سيرفيس، او باستخدام السيرفيس اللي اسمها ريموت ديسك توب. فانا اقول له ايه؟ allow users to connect remotely to this computer، اقول له apply. قال لي طب قول لي بقى مين الريموت يوزرز دول؟ انا مش محتاج احط حد لان الادمنستريتور باي ديفولت ها من حقه ان هو يكونكت ريموتلي، وانا ايه؟ وانا هجرب من خلاله. اروح رايح بقى هنا على مكنه ثانيه في النتورك، افتح all programs accessories communications، هتلاقي في حاجه اسمها ريموت ديسك توب، تقول له open فيفتح لك بتاعه كده شايفها. او ممكن اعمل لها شورت كات من الران نفسها، هتكتب ايه؟ مايكروسوفت تيرمينال سيرفيس كونكشن. مايكروسوفت تيرمينال سيرفيس كونكشن هيفتح لك البتاعه دي برضه. ماشي، وابدا اكتب الاي بي بتاع الجهاز اللي انا سامح للناس انها تكونكت ريموتلي عليه. ماشي، المكنه دي الاي بي بتاعها كام؟ 1.11. راح جاي قال له ايه؟ 192 168 1.11، وراح قايل له كونكت. قال لي قول لي انت مين؟ قلت له انا الادمنستريتور. لازم طبعا يوزر يكون من حقه ان هو يكونكت ريموتلي. شايفين ايه اللي حصل؟ انا فاتح المكنه دي ريموتلي وانا قاعد في مكاني، كاني بالظبط جبت كرسي وقعدت على المكنه اللي هناك. بالظبط اي بروسيس عاملها هنا هتسمع هناك. هي خانقتها بس ان في الاكس بي ما بيسبورتش غير وان كونكشن. يعني ايه؟ يعني لو رحت على المكنه بقى الاصليه دلوقتي هلاقي راجل عمل له جوف. انما لو انا بكونكت ريموت ديسك توب على سيرفر زي ما نشوف في اول موديول في 75 ان شاء الله، لو المره اللي بعد اللي جايه مثلا، تمام؟ السيرفر بيسبورت تو كونكشنز كونكرنتلي، يعني ينفع اثنين يعملوا ريموت ديسك توب بلس السيشن اللي مفتوحه دلوقتي بلس الراجل اللي قاعد على السيرفر من غير ما يحس. انا كل شغلنا في الشركه ريموت ديسك توب، وانا السيرفرات دي انا عندي حاططها في اوضه وتكييف وقافل عليها بمفتاح وشايل عليها المونيتورز. طب انا محتاج ان انا دلوقتي اخش على الايزا اظبط حاجه، محتاج اخش على الاكتف دايركتور اظبط حاجه، محتاج اخش على الدي اتش سي بي اظبط حاجه، ريموت ديسك توب على طول. ده رفيقك في الحياه ريموت ديسك توب. واحد يقول لي ما انا ممكن انزل ادمن باك واشوف اكتف دايركتوري يوزرز اند كمبيوترز وكونكت بيها برضه، صح؟ ماشي، ما كلها مور فلكسبيليتي، يعني طرق كتير قوي، فاهم؟ اللي انا عايز اقوله لك ان الهدف ده هو تتحقق
لما انا ايه، ها لما انا جيت هنا بص بقى دلوقتي، لما اجي الوجن على المكنه الاصليه هيطلعني بره. The remote session was disconnected because another user has connected to the session. هو الاكس بي مش بيسبورت غير وان سيشن بس، سواء ريموتلي سواء لوكالي. بص بقى انا عملت ريموت ديسك توب ليه؟ لسببين. السبب الاول ان انا جيت هنا قلت له انا هسمح للناس انها تكونكت ريموتلي على الماشين دي، والسبب الثاني ان انا عملت كونكت بيوزر من حقه ان هو يكونكت ريموت ديسك توب. سببين. يعني لو انا جيت دلوقتي هنا قلت له والله انا عايز اكونكت ريموت ديسك توب على المكنه دي بس باستخدام الاكونت اللي اسمه شريف او تامر عصام، على الرغم من ان الاوبشن انيبلد، انما مش هعرف اخش لان اليوزر انا ما ضفتوش فين؟ ما ضفتوش هنا. صعب الكلام؟ في مشكله؟ طيب افرض بقى ان انا عايز اعرف الاوبشن ده هوت في الريجستري اظبطه ازاي؟ احنا قلنا اي حاجه كجرافيكال يوزر انترفيس ها هي المفترض انها بتسمع في الريجستري. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لو قلت له الاو يوزرز تو كونكت ريموت تو ذيس كمبيوتر، قلت له ابلاي اوكي وقفلت المكنه ورجعت فتحتها تاني، قال ايه؟ معلم لي على التشيك بوكس ده. يبقى اذا الاوبشن ده متسيف عندي في الريجستري ان هو انيبلد، صح كده؟ طيب تعال نشوف الريجستري. يعني انا هخليه ديسيبلد معايا كده. بص يا سيدي، خش في اتش كي لوكال ماشين سيستم كارنت كنترول سيت كنترول، هات حاجه اسمها تيرمينال سيرفر، هتلاقي في حاجه اسمها ديناي تيرمينال سيرفيس كونكشنز. لو انت خليتها واحد يبقى انت بتنيبل الديناي، لو خليتها زيرو يبقى بتسيبل الديناي. يبقى لو انت عايز تعمل انيبل للريموت ديسك توب تخليها ايه؟ خليها زيرو. زيرو عشان اديسيبل الديناي يبقى اسمح. يا عم مش في حاجه اسمها ديناي؟ لو اكتبت الديناي يبقى ما حدش هيخش، صح كده؟ انما لو ما عملتش اكتف للديناي يبقى الناس هتخش، فانا عايز اخليها زيرو. ماشي؟ فمجرد ما اخليها زيرو هروح هنا اعمل ايه بقى؟ مفترض ان انا الايام متعلم عليها، صح كده؟ شفت كده؟ طيب تعالى نخليها واحد. يبقى المفترض ان انا دلوقتي اعمل ايه؟ شالت، صح كده؟ انا ما بشرحلكش المود ديسك توب، انا بشرح لك ان كل اوبشن من دول له فاليو جوه ريجستري. عايز تاديت في الاوبشن ده هوت اديت في ريجستري او اديت من هنا. بس طبعا صعب قوي انك انت تعيش بريجستري. في حد فاهم حاجه من ريجستري؟ دي محتاجه جايد اصلا عشان تخش جواها. ايه؟ يعني صعب قوي. بس انا قصدي اقول لك ان الاوبشن دي كلها بتسمع في داتابيز موجوده على الماشين دي اسمها ريجستري. معايا كده؟ طيب ركز معايا. قال لك خلاص يبقى انت عايز تاديت في الاوبشنز بتاعت الماشين دي، خش جوه الريجستري ودور على الفاليو بتاعت اي حاجه عايز تظبطها وانيبل او ديسيبل. قال لك لا بس والله في مشكلتين عندي. المشكله الاولى ان الريجستري دي مش مفهومه. لك يا عم مش مشكله، اروح احضر دكتوراه في ريجستري، المهم ان مفيش غيرها دلوقتي. قال لك طب المشكله الثانيه انك انت هتضطر تعمل الكلام ده في الريجستري بتاعت كل ماشين. يعني لو انا عايز كل المكن اللي في الدومين انيبل الريموت ديسك توب عليه، لازم اقعد على مكنه وابدا انيبل الاوبشن ده، صح؟ قال لك لا، احنا عايزين بقى ايه؟ مايكروسوفت قالت احنا عايزين نعمل حاجه ظريفه، تول باورفول تول، من خلال هذه التول تمام تقدر انك انت تتحكم في الريجستري بتاعت كل ماشين ريموتلي نمبر 1 من غير ما تقعد، نمبر 2 السكوب بتاعها يبقى واسع يعني يشمل كل الاجهزه او عدد كبير من الاجهزه انت تختاره، مش لازم كل الاجهزه، فاهم؟ فاخترعوا حاجه اسمها الجروب بوليسي. بالجروب بوليسي دي وظيفتها ايه؟ سنترلايزد لوكيشن، قاعد في مكاني ها، عن طريق جرافيكال يوزر انترفيس فريندلي باليوزر
ظريف كده، في حاجه صراحه اسمها انيبلد ريموت ديسكتوب على كل الاجهزه، ديسيبل ريموت ديسكتوب على كل الاجهزه، حاجه صراحه موجوده انت قدامك، مش محتاج بقى فاليو واقعد ادور واقعد اسيرش صح. بلس ان السكوب بتاعها يمتد على اي عدد من الاجهزه انت تختاره او اي عدد من اليوزرز انت تختاره. عشان كده اخترعوا الايه الجروب بوليسي. ماشي، الجروب بوليسي لما بتيجي تطبقها بتطبقها على 3 ليفلز. الليفل الاول بيسموه سايت. ايه هو السايت؟ لا، السايت ده هو ده الفيزيكال لوكيشن بتاعي اللي يحتوي جواه على دومين كنترولرز. ماشي، احنا عندنا هنا كام سايت؟ احنا عندنا سايت واحد بس. وعندنا كام دومين كنترولر جوه السايت ده؟ هو دومين كنترولر واحد. طب السايت الواحد ده اتكريت امتى؟ اتكريت مع اول دومين كنترولر في الفورست. طب اشوف السايت ده منين؟ من Active Directory Sites and Services. السايت اهو ده اول سايت يا جماعة، ده كان المفروض ان هو اسمه Default First Site Name، بس انا اللي عامله Rename وجوه منه المكنة اللي اسمها DC. فلو جيت وقفت على السايت ده، طبعا الكلام ده هناخده in details في كورس الاكتيف دايركتوري. يعني ايه الكلام ده؟ انا كل اللي انا عايزك تعرفه ان السايت ده physical location جوه منه domain controllers ينفع اطبق عليه group policy. لو عملت properties كده هنا هتلاقي في حاجه اسمها group policy، شايفها؟ ماشي؟ طيب يبقى دي اول ليفل ينفع اطبق عليه بوليسي. طب الليفل الثاني ايه هو؟ قال لك لو دخلت جوه الاكتيف دايركتوري وقفت على الدومين بتاعك هتلاقي حاجه اسمها جروب بوليسي. يبقى اذا الليفل الثاني اللي ينفع اطبق عليه بوليسي دومين. طب ايه الليفل الثالث؟ فاكرين الاو يو؟ قال لك لو وقفت على او يو وجبت البروبرتس ينفع تطبق جروب بوليسي. صح، وكان لازم. ليه؟ ان مش معقوله انا عايز الناس بتوع السيلز اسطب عليهم السوفت وير الفلاني، مش معقوله هعمل البوليسي دي على مستوى الدومين، ما كده هتطبق على كل الناس اللي في الدومين السيلز وغير السيلز. قال لك لا، لازم يكون في ليفل اقل من الدومين. ها، علشان ايه؟ علشان اخص الناس دي ببوليسي معينه. علشان كده عملوا ليفل اقل من الدومين. معايا كده؟ وده صراحة الفرق الوحيد ما بين الاو يو وما بين الكونتينر. الكونتينر زي ايه؟ زي يوزرز مثلا. مش ده كونتينر؟ مش لو عملت رايت كليك هنا كده في الكونتينر ده ينفع كاريت اي حاجة ما عدا او يو. ماشي؟ طب لو وقفت هنا على او يو برضه ينفع كاريت كل حاجة بما فيهم سب او يو. ما دي أول فرق. ماشي؟ لو انا وقفت هنا على الاو يو هلاقي حاجه اسمها ديليجيت كنترول اللي خدناها، فاكرين؟ لو وقفت على اليوزرز هلاقي برضو ديليجيت كنترول، يبقى كده مفيش فرق هنا. صح؟ صح كده؟ لو وقفت على الاو يو وجبت البروبرتيز بتاعتها هلاقي في حاجه اسمها جروب بوليسي. لو وقفت على الكونتينر وجبت البروبرتيز مش هلاقي في حاجه اسمها جروب بوليسي. يبقى اذا الفرق الواضح والصريح ما بين الكونتينر والاو يو، واحد يقول لي احنا نعيش كونتينرز بقى، ننظم العمليه بكونتينرز، ليه او يوز؟ علشان الاو يو ينفع تطبق عليها بوليسي، الكونتينر ما تعرفش. ايه؟ ليه كونتينر؟ هو باي ديفولت بينزله. ازاي تعمل طريقه معقده بس هناخدها يعني، ماشي؟ بس هو عندك باي ديفولت بينزل لك كونتينر للكمبيوترز وكونتينر لليوزرز. ماشي؟ انت عايز تكاري التاني ماشي. انما الطبيعي ان الناس بتكاري او يوز علشان موضوع البوليسيز ده. لا، ما احنا قلنا الحاجه الوحيده اللي ما تقدرش تكريتها جوه الكونتينر هي الاو يو. يعني لو جيت في كمبيوترز هنا نيو مش هتلاقي او يو. علشان تحط فيه ناس ثانيه تدي ديليجيشن. يعني مثلا الديفولت، مثلا الديفولت كونتينر اسمه كمبيوترز. حلو كده؟ يعني اي مكنه هتعمل لها جوين للدومين هتبقى جوه كمبيوتر. طب افرض ان انا عايز اعمل كونتينر للسيرفرز،
واحد يقول لي طب ما تعمل او يو للسيرفرز، ماشي، ما انا مش هطبق على السيرفرز بوليسي يعني، عايز اعمل كونتينر، فممكن تعمل كونتينر عادي يعني وتدي ديليجيشن عليه. معايا؟ فليكسابيليتي يعني ليس الا يعني. طيب يبقى اذا احنا البوليسي ها المفترض انها تطبق على كام ليفل؟ 3 ليفل، سايت دومين اويو. تعالى بقى نجرب بوليسي، تعالى نبدا من الليفل الاقل اللي هو الاتش ار اويو يعني. تعالى نطبق بوليسي، تعالى نرايت كليك كده ونجيب البروبرتس، هتلاقي في حاجه اسمها جروب بوليسي. مش هتلاقي ولا بوليسي متطبقه دلوقتي، صح؟ صح؟ طيب تعالى نقول له انا عايز اكريت بوليسي جديده نيو، معايا كده؟ وسميها مثلا كاستمايز ستارت منيو. مش كاستمايز كده ولا ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش ايه في الاخر؟ ماشي، كاستمايز ستارت منيو انا سميتها كده. يبقى تفتكر من جوه البوليسي دي انا هعمل ايه؟ هكستمايز الستارت منيو بتاعت الناس اللي هم في الاتش ار او يو، صح؟ طيب تعالى نخش جواها بقى، يا اما الدبل كليك عليها يا اما تقول له اديت. فاكرين الريجستري كانت عباره عن ايه؟ اتش كي كرنت يوزر، اتش كي لوكال ماشين، صح؟ جزء لليوزرز وجزء للماشين. طب بص البوليسي، كمبيوتر كونفيجريشن يوزر كونفيجريشن، يبقى اذا هي صوره طبق الاصل من الريجستري. الفرق ان دي حاجه بقى مفهومه قدامك، مش جاي الريجستري، بلس انها تطبق على ليفل، على او يو كامله، مش هتحتاج انك انت تقعد جوه كل مكنه وتلوجن بكل يوزر وتاديت في البروفايل بتاعه. معايا كده؟ ماشي؟ طيب تفتكر الستارت منيو دي ده جزء يخص الكمبيوتر ولا جزء يخص اليوزر بروفايل؟ يوزر بروفايل، ما كل يوزر بيلوجن الستارت منيو بتاعته بتبقى مختلفه عن التاني، صح كده؟ فعيني هتيجي على اليوزر كونفيجريشن، هتلاقي في حاجه اسمها سوفت وير سيتنجز، دي هناخدها في كورس الاكتف دايركتوري. ماشي؟ دي لما تحب انك انت تسطب سوفت وير على الناس، يعني مش محتاج ان انا اقعد اسطب انتي فايروس مانيوال على كل واحد، لا انا هديبلوي الانتي فايروس على كل الاجهزه او على كل اليوزرز، دي هناخدها في كورس الاكتف وعليكم خير ان شاء الله. ويندوز سيتنجز دي هناخد فيها شويه حاجات النهارده وشويه حاجات على مدار الكورس. ماشي؟ ادمنستريتيف تمبلتس هناخد فيها شويه حاجات النهارده وحاجات على مدار الكورس. من جوه الادمنستريتيف تمبلتس هتلاقي في حاجه اسمها ستارت منيو اند تاسك بار، مش ده التارجت بتاعي؟ صح كده؟ مش الستارت منيو هنا؟ صح كده؟ صح؟ طيب هتلاقي في حاجه اسمها اكستندد وحاجه اسمها ستاندرد. ايه الاكستندد دي؟ معناها انك لو وقفت على اي اوبشن هيشرح لك ده بيعمل ايه. ستاندرد هتقف وخلاص، انت عارف. يعني انت ممكن تقعد تقرا من هنا. انا بقالي 6 سنين بشرح الكورس ده، داخل في سادس سنه اهي، خامس سنه ونص، ولسه في حاجات في الجروب بوليسي ما عرفتهاش. جروب بوليسي دي انا عندي كتاب قد كده اسمه جروب بوليسي، ومش مخلص البوليسي كلها، ومع كل فيرجن جديد بينزلوا بوليسيز جديده. يعني جروب بوليسي دي مثلا تلتها جديد، ما كانش موجود ايام ال 2000 2008 كلها، ماشي، وايام ال انتي 4 اللي هي قبل ال 2000 ما كانش في حاجه بقى اصلا اسمها جروب بوليسي. والجروب بوليسي دي ما بتطبقش غير على الناس اللي هي ايه؟ 2000 فيما فوق. يعني لو عندك مكن 98 ما ينفعش تعمل عليه جروب بوليسي، بتعمل عليه حاجه اسمها بوليسي اديتور.
ماشي؟ لو عندك مكان انتي فور ما ينفعش تعمل عليه جروب بوليسي، تعمل حاجه اسمها سيستم بوليسي. الجروب بوليسي دي 2000 فيما فوق. فبص كل حاجه هتلاقي لها اوبشن. تعال نشوف حاجه احنا عارفينها مثلا. تعال نشوف مثلا ريموف الران منيو فروم الستارت منيو. هو الناس عايزه الران في حاجه؟ انا مره نزلت عند واحد، تمام، هو مش نزلت الواد الهيلب ديسك كان بيعمل له حاجه، وبعدين قدرا كده بيفتح الستارت، بيفتح الران، لقى كاتب تيل نت سبيس الاي بي بتاع الراوتر بتاعي، فطلع قال لي الهيلب ديسك طلع قال لي، فانا نزلت له فاقول له يا باشمهندس انت بالتيل نت على الراوتر ليه؟ مش انا حكيت لكم الموضوع ده؟ قال لي عادي يعني بتفرج بقى، مش عارف. والله العظيم اقسم لك بالله الراجل ده ما شاف الران تاني ولا هيشوفه طول ما انا موجود في الشركه. ليه؟ التيل نت ليه؟ ها؟ ايه شورت كي سي ام دي يعني؟ سي ام كوماند برومبت؟ لا 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 حضرتك كتبت دلوقتي هو الويندوز مع ار وطلع الران ده تتمنع ولا هو لو عارف. طب تعال نشوف، تعال نشوف ماشي. ريموف الران منيو فروم الستارت منيو، لما دبل كليك على الاوبشن ده هتلاقي ثلاث اختيارات، نوت كونفيجرد وده الديفولت. ايه نوت كونفيجرد؟ يعني ولا انيبلد ولا ديسيبلد، يبقى باي ديفولت شايفين الران ماشي. طب باي ديفولت كده الناس شايفاها. انت لو رحت وقفت عند الراجل ده اهوت كده الراجل شايف الران اهو لانها نوت كونفيجرد، البوليسي نوت كونفيجرد ماشي ماشي. اهو الراجل اللي هناك ده شايف الران ماشي. طيب تفتكر لما اجي عايز ريموف الران انيبل الريموف ولا ديسيبل الريموف؟ انيبل. انت في مشكله عندك في الانيبل والديسيبل؟ عايز اكتف عمليه الريموف يبقى بقى انيبل ولا بديسيبل؟ ايوه ها اهي ها انيبل ريموف الران ماشي. اقول له ابلاي اوكي. فكده الراجل ده ايه بقى؟ الراجل ده لما يجي يلوجن على بس الاول ايه نقفل بقى البوليسي دي ونقول له خلاص كلوز مثلا. الراجل ده بقى امتى تطبق عليه البوليسي؟ تطبق اليوزر تطبق عليه البوليسي وهو بيعمل لوجن، لما يروح يوثنتيكيت من الاكتيف دايركتوري هيقول له ايه؟ هيقول له جيت بوليسي ليست. جيت بوليسي ليست يعني اديني البوليسز المطبقه عليا ماشي. طب افرض ان انا مش عايز اعمل لوج اوف للراجل ده اهوت، يبقى اعمل ايه بقى؟ ها جي بي ابديت سلاش فورس زي ما اتفقنا، بس دي لسه في كورس الاكتيف دايركتوري. او في حاجه اسمها ريفريش انترفل برضو بالجروب بوليسي بتطبقها، بتقول والله انا بطبق بوليسي ان البوليسي تتطبق على الناس بعد 5 دقائق. دي لسه في الاكتيف دايركتوري ان شاء الله. اللي احنا عايزين نعرفه دلوقتي ان الراجل ده هيعمل لوج اوف يا عم ارحمنا بقى من السينكرونايزيشن ده. يجي بقى اليوزر الصبح بقى تامر دوت عصام، انا جاي النهارده بقى تين نت على الراوتر بتاع الاي تي يا عيني. تعالى طيب بس نظبطها له كده اللي هي اللي عايز تعمل ايه بقى انت بتقول؟ ويندو مع ار. This operation has been cancelled due to restriction. ماشي حلو كده. طب تعالى نروح نكستمايز تاني، تعالى نرجع تاني نطبق. ده خلي بالك ده مش تامر عصام ده لوحده، ده لو عندي 1000 يوزر في الاو يو اللي اسمها اتش ار هتطبق عليهم البوليسي دي. انت شايف الحلاوه بقى؟ ماشي تعالى بقى كده هنا سوري
User Configuration, Administrative Templates, Start Menu. في حاجة هنا اسمها Remove Help. ممكن انكد على الناس يعني، بس يعني طب ليه اعمل لهم ليه ريموف للهلب يعني؟ بس عادي ممكن ننكد نشوف ايه اللي هيحصل. ريموف السيرش، يبقى الراجل ده ولا هيشوف الرن ولا هيشوف الهلب ولا هيشوف السيرش، صح كده؟ صح. تعال نشوف كده ايه اللي هيحصل هنا. ما احنا في الاول خالص يعني، انا جيت اشتغلت في الشركه كانت الدنيا سداح مداح، كان كله بيعمل اي حاجه هو عايزها. واجهنا مش عايز اقول لك يعني حروب وصعوبات ازاي لحد ما طبقنا بوليسي محترم. بس ورد لا انا مش بقنعه انها اتشالت، انا بقنعه ان هو مش محتاجها. انت محتاجها في شغلك، لو مقصره على الشغل بتاعك اكتب لي ورقه وخلي مديرك يمضي عليها وحلو، وانا افتحها لك يعني. ماشي. بس طبعا انا مش شايل الهلب والسيرش عند الناس، فاهمني؟ بس هوريك حاجات يعني هتحتاجها في شغلك. روب بوليس حاله ان هو واحد من الناس، واحد وهو محتاج حاجه خارج الروبوت بتاعه. ما دي هناخدها بقى المره الجايه دي. قلنا جروب بوليس على مرتين، ماشي. المرة التانية بقى هقول لك بقى تعمل القصة دي ازاي. هنشوف بقى يعني. ماشي. فبص هنا كده، بص الستارت منيو دي عامله ازاي. مسوله ما شاء الله. بص الراجل ده عنده ماي كمبيوتر وعنده ماي نتورك بليسز وعنده انترنت اكسبلورر وعنده ماي دوكيمنت. ما تيجي نشيل له الثلاثة دول، هو مش محتاجهم، هو محتاج ماي دوكيمنت بس. انا مرة رحت عند واحد صاحبي في السي اي بي، تمام، عنده اللابتوب بتاعه كونكتد على النتورك، مفيش قدامه غير ماي دوكيمنت. لا وايه شايف ماي دوكيمنت المفترض انها بتسمع فين؟ هنا في دوكيمنت اند سيتنجز. لا لا لا، ده احنا دلوقتي هنطبق بوليسي ان ري دايركت ماي دوكيمنت بتاعت كل الناس تحطها على السيرفر عندنا، علشان الجهاز بتاعك ده ما يبقاش يبقى تيرمينال بس. بقول لك هنعملها ازاي وهنعملها ليه. تعالى هاجي هنا مثلا اطبق بوليسي تانية. هنسميها مثلا نيو بوليسي مثلا، او ممكن اديت في نفس البوليسي يعني. مش هتفرق. لا عشان ماشي. ايه؟ لا ما لسه هنتكلم فيها دي. طيب تعالى بس يبقى نعمل لها رينيم بقى عشان احب ابقى منظم كده. اند ديسكتوب. معايا كده؟ ادي اليوزر كونفجريشن، ادي الادمنستريتف تمبلتس، خلصت انا الستارت منيو. انزل على الديسك توب. انزل على الديسك توب. معايا كده؟ احنا قلنا عايزين نريموف ايه؟ ريسايكل بن. ماشي. ده بقى لما يكون واحد عايز ارخم عليه قوي. ريموف ماي كمبيوتر. ماشي. طب عايز تريموف ايه تاني؟ هايد ماي نتورك بليسز ايكون. ماشي. عايز ايه تاني؟ هايد انترنت اكسبلورر. ماشي. يكون واحد بقى انت بترخم عليه بترخم عليه يعني. ماشي. ماشي. تعمل ريموف الكمبيوتر نفسه مش بص بقى، هو الراجل مش عارف يعمل لوجو في يعني لوجو. هو يكفي ان هو بيسنكرونايز.
خدت بالكم من حاجه؟ خدت بالكم من حاجه؟ تعال نجيب البروبرتس كده. ديسكتوب كاستمايز ديسكتوب. ماي كمبيوتر ممنوع منها. والاثنين دول مع ان معمول عليهم علامه صح انما نعمل لهم هايد. معايا كده ولا مش معايا؟ طب يا اكس ازاي البارتيشن بتاعته كده؟ ايه شهور يقف هنا ويقول له سي نقطتين مثلا. لو مع الرن ما عندوش رن كليك يمين على الستارت اكسبلور. ها كده دخل على السي. ماشي طيب حلو قوي. انا عايز امنع الناس كمان انها عايز امنع الناس. لا عايز امنع الناس مش اكسبلورر ولا حاجه. عايز امنع الناس انها تاكسس السيستم بارتيشن بتاعي. مش عايز يكتب على السي ولا يعمل اي حاجه ولا بتاع ما يجيبليش فيروس والحوارات دي كلها. لا ما لو شغله خلاص ما انا مظبط نفسي يعني. مش كل الناس عامل معاهم كده. ماشي ففي حاجه اسمها دلوقتي هايد بارتيشن وفي حاجه اسمها ريستريكت اكسس. ريستريكت يعني امنع. ايه الفرق ما بينهم؟ هايد. تعال نشوف ايه الفرق ما بينهم. انا هقول لك انا ايه الفرق ما بينهم. لو جيت هنا وقفت على الاتش ار وجيت طبقت بوليسي ادي جروب بوليسي معايا كده. هاجي هنا في ويندوز كومبوننت. في الويندوز اكسبلورر هتلاقي في حاجة اسمها هايد ذيس سبيسيفايد درايفز ان ماي كمبيوتر. هايد انيبلد ريستريكت اول درايفز. لا السي اونلي. معايا كده. وراح اقول له ابلاي وراح اقول له اوكي. بس هو ممكن هيسيء عليا دلوقتي. بص انا عملت هايد ماشي ما عملتش ايه. بص الراجل دهوت دلوقتي لو فتح الاكسبلورر او الاكسبلورر بيفتحها منين؟ لا ومن هنا من الاكسسوارز كمان. اكسسوارز مش في يونس اكسبلورر هنا يا جماعه ولا ايه؟ ايه؟ اكسسوارز؟ اقول كده برضه معايا كده. انت عملت هايد عشان تشوف؟ لا مفترض ان انا ايه؟ واحنا المره اللي فاتت جبناها منين؟ كليك يمين على الستارت. كليك يمين على الستارت اكسبلور. شفت؟ عارف يوصل لها اهو. عملت لها هايد. يعني لو انا مبين له ماي كمبيوتر مش هيشوفها. بص عشان تبقى واضحه بالنسبه لكم. شغل ماي كمبيوتر عشان تبقى واضحه بالنسبه لكم. انا بقول لك هو ممكن يسيء عليا. لو جيت هنا في الديسك توب ريموف ماي كمبيوتر ايكون دي هقول له ايه؟ خليها نوت كونفيجر.
خدت بالكم من حاجه؟ السي اختفت صح؟ صح؟ بس هو ممكن يجيبها منين؟ زي ما انتوا بتقولوا كده من الاكسبلور من هنا، او ممكن يعمل حاجه ظريفه قوي يقول له نيو شورت كات سي نقطتين نيكست فينيش كده جاب صح كده؟ ده عشان نعمل له ايه؟ هاي. لا انا عايز اعمل له ايه بقى؟ بريفنت. جروب بوليسي يوزر كونفيجريشن ادمنستريتيف تمبلتس ويندوز كومبوننتس ويندوز اكسبلورر بريفنت اكسس تو درايفز فروم ماي كمبيوتر انيبلد السي. معايا كده؟ واضح الفرق؟ هايد مش هيشوفها في ماي كمبيوتر، انما ايه؟ هيلف عليا وهيجيبها. تمام؟ بريفنت دي خلاص بقى انسى. خلاص كده واضح؟ ماشي يا شباب؟ خلاص كده فهمتوا الفرق ما بين بريفنت وما بين هايد؟ ماشي؟ صعب الكلام ولا بوليسي سهل؟ ماشي؟ طيب في بوليسي ناخدها مع بعض النهارده ان شاء الله، انك انت هتعمل حاجه اسمها فولدر redirection. ايه الفولدر redirection دي؟ انا عايز ماي دوكيمنت بتاعت الناس كلها ترمي على الفايل سيرفر بتاعي. ماشي؟ عايز اوضح حاجه. عندي سيرفر وفايل سيرفر، ايه الفرق بين السيرفر والفايل سيرفر؟ لا ما هو الفايل سيرفر ده سيرفر، سيرفر تاني. يعني انت عندك سيرفر مثلا ده بتعمله دومين كنترولر، ممكن تخليه هو نفسه برضه الفايل سيرفر لو ما عندكش غيره. ممكن اصلا ما يبقاش عندك فايل سيرفر اصلا، تخلي الناس سايب الشغل بتاعها على الهاردات بتاعتها. بس انت هتباك اب ازاي؟ لازم هتعدي على كل مكنه باك اب. طيب معلش، الفايل سيرفر مكنه عندي والسيرفر موجود، اخلي الفايل سيرفر مكنه جوه الدومين اللي هو السيرفر. ممبر سيرفر بس 2003 و2000 ماشي معايا كده؟ طيب هل ينفع اعمل الكلام ده هو من غير بوليسي؟ ازاي؟ قال لك والله بص، انت تروح تلوجن. اولا هتروح تعمل ايه؟ ها هتروح على الفايل سيرفر بتاعك وليكن هو ده، ماشي؟ هتكريت مثلا فولدر اسمه اتش ار، وتكريت تحت الفولدر ده هوت اللي هو اسمه الاتش ار سب فولدر مثلا اسمه تامر. معايا كده؟ وسب فولدر تاني اسمه رانيا، وسب فولدر اسمه نجوان، وصف فولدر اسمه احمد سعيد، وصف فولدر اسمه مش عارف ايه، ماشي؟ وتدي فول كنترول لكل يوزر منهم على الفولدر بتاعه بس. معايا كده؟ وبعدين تروح بقى تقعد على مكنه كل واحد فيهم. معايا كده؟ وتخش بالاكونت بتاعه، مفهوم ولا مش مفهوم؟ وتراي كليك كده على ماي كمبيوتر بروبرتس، وتقول له انت التارجت بتاعك بقى باك سلاش باك سلاش الفايل سيرفر باك سلاش الشير نيم. صح؟ انت ممكن تعملها كده؟ صباح الفل، ده انت هتلوجن كمان بالاكونت بتاع كل يوزر. ده انا عندي 1200 يوزر، هعمل الكلام ده مع كل يوزر؟ استحاله. بلس بقى ان ممكن اليوزر بقى ايه؟ يستنصح بقى ويلوجن دلوقتي ويروح معدل لي الباس ده اهوت. يقول له مثلا ريستور ديفولت، يرجعه تاني يسمع في ماي دوكيمنتس بتاعته. يبقى كده انا ما عملتش حاجه. لا انا عايز اعمل الكلام ده كله بالبوليسي. لا ما انت مش هنعملها بقى بطريقه تانية خالص. بص يا سيدي، هروح جاي هنا قايل ايه؟ والله انا هكريت على الفايل سيرفر فولدر اسمه اتش ار. معايا كده؟ واتاكد ان انا مدي بيرميشن للجماعه بتوع الاتش ار عليه. شيرنج بيرميشنز،
واتاكد ان انا مديهم برميشن. طبعا هما هيبقوا جروب بقى مش يوزر يوزر زي ما نشوف الجروبس قدام، وتديهم فول كنترول. حلو كده ماشي كده. وتتاكد برضو طبعا في السكيورتي ان هما واخدين ايه فول كنترول معايا كده. يوزر يوزر بقى ولا ينفع جروب؟ ما لسه بقول اهو جروب ماشي. كلام جميل. واروح جاي اعمل ايه بقى؟ واروح جاي مطبق بوليسي. البوليسي دي ظريفه قوي. هروح جاي هنا على مستوى الدومين. البوليسي دي طلبت مني كتير قوي، لسه عاملها في شركه اسمها سي هارفست، شركه بترول. كانوا طالبين الموضوع ده هو بالذات، هو ده الموضوع ده هو. قال لك احنا عايزين ماي دوكيمنت بتاعت كل الناس تبقى عندنا، لان احنا بنعاني ان المكن بيتفرمط وبضطر ان انا ايه ماي دوكيمنت دي بقعد الف حوالين نفسي عشان ارجعها تاني، ودي اللي فيها الاوتلوك بتاع الناس واللي فيها مش عارف ايه وفيها ايه وفيها ايه. قال لك لا ماي دوكيمنت بالذات تبقى عندي انا على السيرفر. معايا نشوة؟ اروح جاي هنا مطبق بوليسي البروبرتس جروب بوليسي، واروح جاي مثلا هنا تعمل واحده نيو بقى مش مشكله، تعدل في اللي موجوده. هنقول له ايه؟ ريدايركت ماي او يوزرز دوكس زي ما هم كانوا مسمينها في اف سي هارفست. حلو كده. واروح قايل له ايديت، دخلت بوليسي جديده خالص اهي. في اليوزر كونفيجريشن هتلاقي تحت الويندوز سيتنجز حاجه اسمها فولدر ريدايركشن. ده ممكن تري دايركت ايه؟ ابلكيشن داتا. عارفين الابلكيشن داتا اللي هي بتبقى في البروفايل اللي بيبقى فيها البي اس تي فايلز، الديسك توب، ماي دوكيمنتس، ستارت منيو. انا ايه اللي يهمني؟ ما انا لو قلت له ماي دوكيمنتس ما هي جواها الستارت منيو والديسك توب والابلكيشن داتا، صح؟ يعني ماي دوكيمنت جواها كل الحاجات دي. فاجي اقف على ماي دوكيمنت ورايت كليك كده واقول له بروبرتس. باي ديفولت هي نوت كونفيجرد، يعني مش معمول لها ريدايركشن. اقول له لا انا عايز اعمل لها ريدايركشن. هيسالني بقى يقول لي في حاجه اسمها بيزك وحاجه اسمها ادفانسد. بيزك دي هتري دايركت افري وانز فولدر ان ذا سيم لوكيشن، في نفس اللوكيشن. ادفانسد لا، هختار لك الجروب بتاعت السيلز هنري دايركت في الحته الفلانيه. الجروبس بتاعت الاي تي هنري دايركت في الحته الفلانيه. طب امتى استخدم دي وامتى استخدم دي؟ لما اكون انا واقف على الاو يو اللي اسمها اتش ار، فانا اقول له ايه؟ بيزك، لان كل الناس اللي في الاتش ار هحطهم في الحته دي. انما لما اكون مطبق البوليسي دي على مستوى الدومين ككل، لا مش كل الناس هيبقى الباث بتاعهم واحد. فهبدا ان انا اختار ايه؟ الادفانس. معايا كده؟ هروح جاي اقول له مثلا بيزك، واروح قايل له الروت باس دي سي اتش ار. صعب الكلام كده؟ ولازم اختار بقى الاوبشن ده. بص بقى، دي كرييت لي فولدر تحت الروت باث ده هو باسم كل يوزر هتري دايركت ماي دوكيمنت بتاعته تحتيه. فتلاقيه بيديك مثال بيقول لك لو عندك يوزر اسمه كلير، ها يبقى ده هيري دايركت على ايه؟ اتش ار كلير ماي دوكيمنت بتاعته. يبقى تقول له ايه في البروفايل بتاع اليوزر، لسه ما خدناش بروفايل، في سبيسيفيك لوكيشن مش عارف ايه، هي الاوقع ان هو يكريت ايه؟ ها يكريت فولدر لكل يوزر تحت الروت باث. يبقى انا كده عملت ايه؟ عقدت كل اهدافي من غير ما اتحرك من مكاني، صح؟ واروح قايل له ابلاي. بالظبط كده، هدي له برميشن عليه هو، وهيمنع الانهيرتابل. يعني كل الناس واخده برميشنز على الاتش ار فولدر، فالسب فولدرز اللي هتتكري تحت باسامي اليوزرز ممكن بقى اي حد واخد فول كنترول على الاتش ار يفتح ماي دوكيمنت بتاعت الثاني. لا، ماي دوكيمنت بتاعت الناس دي هتبقى ايه؟ هيمنع الانهيرتابل بتاعتها من الاتش ار فولدر. معايا كده؟ ويدي فول كنترول لليوزر ده بس عليه، ماشي؟ حتى الادمنستريتور مش هيقدر ياكسس دوكيمنتس بتاعت الناس الا اذا، تعال نشوف بقى ايه خد الاونر. الله يفتح عليك. انا كده طبقت البوليسي اهي، صح؟ تعالى بقى ايه نلوج اوف. باسورد شيخ في سكند فرصه.
ما دي الحلاوه بقى عشان اللوزر ما يعرفش يغير بس انا ولا لعب ولا ما بوليسي متطبقه ليه على لا على جهازه هو بص بقى يا سيدي شايف ماي دوكيمنت هنا بص خدت بالك من حاجه خدت بالك هو عمل لي سهم دي معناها ايه فاكرين السهمين دول عباره عن ايه اوف لاين اصل الراجل ده لو خد اللابتوب بتاعه ومشي بالذكاء كده وحب يفتح ماي دوكيمنت بتاعته في البيت هيشتغل ازاي وهي ماي دوكيمنت دي بتسمع في فولدر في السيرفر فلازم يعملها اوف لاين علشان يكيشها عنده يكتب جواها ولما يرجع يسينكرونايز شايفين الحلاوه مفهومه ولا مش مفهومه بص بقى لما يجي الراجل يفتح ماي دوكيمنتس هنا تامر برايت بص لو جيت هنا فتحت اتش ار خدت بالك من حاجه الكاريت فولدر اسمه تامر دوت عصام صح كده بص جوه ايه ماي دوكيمنتس بتاعت مين تامر عصام طب انا الادمنستريتور ها الوحيد اللي يقدر يشوف ماي دوكيمنت بتاعته تامر عصام والله انت خلاص بقى حبكت يعني معاك انك انت بتديله بيرميشنز معاه وهو في نفس الوقت ان هو يقدر يخش البيت بتاعك مفيش يوزر يقدر يشوف ماي دوكيمنت بتاعت التاني خش انا اديني انا الاونر برضه للتاني خش الادمنستريتور بقى انت عايز بقى انت تبقى انت الاونر رايت كليك كده بروبرتس سكيورتي ادفانسد اونر تامر عصام هو الاونر خليها الادمنستريتور بس مفيش حد بيعمل كده يعني بس انا بقول لك ان هو ينفع ينفع انك انت تفتح الفولدر لو عايز تبقى انت الاونر بتاعه ماشي كده برضه هو لو رجع اهو الفولدر بتاعه يقدر يفتح بس ليه يعني نفس الجوه اسمه ماشي الراجل مثلا مشي ولا بتاع مات ولا محتاجين بقى نفتح ماشي وقتها ماشي مفيش لاج عشان نفتح جهاز كده برضه مثلا فرمت او لا بس هي في حدوته بقى مش بس يعني معلش هنمر عليها مره اضطراب ان انا لو مكنه انزل لها ويندوز بس مكنه انزل لها ويندوز ايه خلال السنه دي لسه دي كورس الانفراستراكشر ان شاء الله هناخدها ان شاء الله جاي ايه اللي جاي اللي جاي على طول بقى ماشي صعب الكلام ولا ماشي يبقى معنى كلمه فولدر ري دايركشن انك انت تخلي فولدر عند اليوزر بتاعه عندك على السيرفر انا بقى دلوقتي عمال اعمل باك اب يجي تامر عصام بقى الفيروس كل الجهاز بتاعه فرمت السي براحتك مفيش مشكله ما هي ماي دوكيمنت بتاعتك عندي ما تقلقش هرجعها لك تاني زي ما نشوف بقى بالباك اب والريستور هناخد في الكورس ده الباك اب والريستور بقى فهو موضوع متكامل بوليسي هتطبق فولدر ريدايركشن طب ما هو بالعقل كده الراجل ده لما يكتب جوه الفولدر ده هو في النتورك مفيش مشكله انما لو طلع بره لا يبقى لازم نظبط الاوف لاين طب يعني ايه اوف لاين طب ازاي نسينكرونايز فبص تلاقي الموضوع متكامل كل حدوته واحده صعوبة شغال ماشي كده شغال طيب احنا نكتفي بهذا القدر طبعا لسه ما خلصناش البوليسي لسه فيها شغل جديد هناخده مع بعض ان شاء الله يوم الجمعه القادمه